في أوقات المرضى بيسألوني من وين بتجيب كل هالأمراض يا دكتور؟ بس بتعرف يا سعيد أنه في أكثر من 291 مرض ممكن يصيبوا الفم والأسنان، وهالأمراض بتصيب حوالي 3.9 مليار إنسان، يعني حوالي 55% من البشر. بس بيبقى التسوس هو أهم مشاكل الأسنان، وأكثر من 90% من البالغين عندهم تسوس بمعدل 3 أسنان مسوسة تقريباً للشخص. وفينا نقول يا سعيد أنه التسوس وباء عالمي، وهالشي غريب لأنه الوقاية منه كتير سهلة، بس للأسف مش كل الناس بيلتزموا وبيهتموا بأسنانه. ما في إلا حل واحد يا سعيد، اللي هو تنظيف الأسنان واللسان والفم يومياً، والوقاية باستخدام الفلورايد، وطبعاً النظام الغذائي الصحي. السكريات مصيبة على الأسنان، والمشروبات الغازية مصيبة أكبر، وكل شيء ممكن يزيد حموضة المعدة. ونحن ما بننصح بزيارة طبيب الأسنان مرتين بالسنة على الأقل للتسلية، إنما لأنه كل ما عالجنا التسوس باكراً كل ما كانت النتائج أفضل. وحده الاهتمام بأسناننا هو اللي بيحمينا من التسوس ومشاكله. وعساكم دوم بصحة وسعادة.